العكس كده كمان اوعى قليل الادب. الله الله اختي اوعى تفتكر حاجه ده علاج. انت جاي تعالجها ولا تعالج توفيق؟ لا مؤاخذه اهو الواحد بيعالج اللي يلاقيه بسكته. ثم انت ناسي ان سميره خطيبتي؟ تقدري تقولي يا مدام انتوا جايين تذكروا فاز ادوارد ليه؟ انا مش مدام انا مدموزيل. المدام اهي. تقدري تقولي لي يا مدام انتوا جايين تذكروا فاز ادوارد ليه؟ عشان بتكرهوا الدوشه بتكرهوا الضجه. العاصمه مليانه دوشه مليانه ضجه. قنبلات والباصات وخط الرأس ورزق. النتيجه ايه؟ اعصاب الناس بتتعب ما عرفوش يشتغلوا انتاجهم يقل. شايف يا استاذ ده؟ شايف يا مدام ده؟ ده جهاز قياس الدوشه اسمه الدوشه ميتر. المؤشر اتحرك المؤشر اتحرك. كمان اعصاب البني ادمين بيحصل لها كده بتتحرك مكانها بتقلل مكانها. قولوا لي بقى بتعملوا دوشه ليه؟ ها بتعملوا دوشه ليه؟ اتفضلوا انكروا. ما ده اللي بيحصل دايما. اي واحد تساله بتعمل دوشه ليه يقول لك ليه ومين بيعمل دوشه؟ امال مين بيعمل دوشه؟ انا يمكن انا. بتنكروا؟ طب ودي اللي انا ظابطكم. سلام عليكم. فهمت حاجه؟ بالطبع لا. مين ده؟ الأستاذ هادي عميق المنبسط بتاع مجلة الإثارة اللي بيعمل موضوع الدوشة في العاصمة. وماله كده عامل دوشة أكتر من اللي بيعملها توفيق جوزي؟ الحالة دي يا مدام أنا عالجت زيها كتير. اسمها الدوشة فوبيا. فوبيا؟ فوبيا. ثانية تسمح تقولي لي خبيتي الأرانب فين يا ثانية؟ مش تصبح الأول. ازيك يا كمال؟ الله يسلمك يا دكتور. فين الأرانب يا ثانية؟ أرانب اللي أنت عايزها مش كفاية بقى؟ ويلي كفاية. اتفضل اتفضل. مش انا يا ثانيه اقسم لك بشرفي. ما انا مفيش داعي للحسان. انت خلصت الارانب اللي حلتنا ودورت على ارانب الجيران. نسيت اللي حصل امبارح وهما بيجروا وراك؟ الارانب دي مش ليا انا، دي عشان العلم. وبما انك زوجة عالم لازم تبقي عالمه وتفهمي الحقيقه دي كويس. انا مش عايزه افهم حاجه. كوني ما اكلش ارانب زي بعض انما توديني بداهيه ده لا يمكن ابدا. انا مش قاعده لك في البيت بعد كده. عندها حق يا دكتور توفيق. ارانب ايه وفراخ ايه؟ ما تفوق لنفسك بقى يا اخي وترجع لوظيفتك. اسمع كمال، انا مش ممكن ارجع الوزاره تاني. يا اما يدوني معمل في الوزاره يا اما انا مش راجع الوزاره دي ابدا. هقعد في بيتي اشتغل واعمل ابحاثي على كيفي. عن اذنك يا كمال. بس انا كنت عاوز اكلم سيادتك في موضوع مهم. كلم سيادتي. انا عاوز اطلب ايد سميره. تعمل بيها ايه؟ اشحت بيها. الظاهر سيادتك ما خدتش بالك. فعلا انا ما خدتش بالي. شوف يا كمال، عشان احول الطاقه لماده كان لازم اقسم النسبه الجزئيه على اتنين مش تلاته، عشان انا عايز اوصل لاتنين. لكن انا قسمت على تلاته فما طلعتش صح عشان كده. يا دكتور انا بكلمك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ عاوز اخطب سميره. طب ما تخطبها. يا دكتور ارجوك، انا جاي اخد موافقه على جوازنا. اصحى معايا. عايزين تتجوزوا؟ طب ما تتجوزوا. يعني سيادتك موافق؟ طبعا موافق. ثانية سنزونتي سنزونتي ثانية وافق وافق. صحيح وهيرجع الشغل امتى؟ لا ده وافق على حاجة تانية. وافق على خطوبتنا. متشكر قوي يا دكتور عن اذنك. بس افرض هي مش موافقة. لا هي موافقة. طب افرض هي موافقة وثانية مش موافقة. ثانية موافقة. طب افرض ثانية موافقة وسميرة موافقة وانا مش موافق. انت لسه موافق من لحظة، هترجع في كلامك. ما تستغربش يا كمال على طريقتي في التفكير. اصل القياس الاستدلالي. حاول تفهم يا كمال. افرض ثانية موافقة وسميرة موافقة وانا موافق. انت مش موافق. انا اللي هتجوز مش موافق. يعني كلنا موافقين. طبعا. ولما كلنا موافقين جاي تعطلنا ليه يا ولد؟ شايف المغمى ده يا كمال؟ بعد ربع ساعة هيظهر في الوجود جهاز الخلود. خلاص المعادلة لقيتها. اتنين مش تلاتة. باين عليك. يا ولد عالجه ازاي ده؟ انا ما درستش الحركه دي ابدا. كمان اللي انت بتعمله ده بفكر في حاله جوز اختك. ما لو فكرت فيها بالطريقه دي مش هتجيب نتيجه ابدا. هجيب نتيجه بس لازم اعرف هو بيفكر ازاي. لازم اطلع اشوف المعمل بتاعه.
لازم احلله. امال هعالجه ازاي؟ انا مش في علاجه، انا في جوازنا. كلمته ووافق؟ ما انا عارفه يا حبيبي، بس موافقته مش كفايه. افرضي ثانيه مش موافقه. لا ثانيه موافقه. افرضي ثانيه موافقه وهو موافق وانت مش موافقه. جالك ايه يا كمال؟ ما انت عارف ان انا موافقه. طب افرضي هو موافق واختك موافقه وانت موافقه وانا مش موافق. اصل الاستدلال القياسي. كمال انت جرى لعقلك حاجه؟ اذا كان هيعمل فيك كده سيبه، بلاش تعالجه. نبص احنا لمستقبلنا. مش ممكن يا سميره، ده صديقي، مش ممكن اسيبه بحاله زي دي، ده حالته خطيره جدا. خلاص اتفضل عالجه، بلاش نتجوز. ها سميره، سميره افهميني يا سميره.